أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، يعني أنا أنادي منذ سنوات طويلة بأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها. اللغة أساسية، لأن القرآن أنزل إلينا بلسان عربي مبين. لازم أفهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة، ثم أضيف إلى ذلك البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى أفهم دلالة الآية فهم صحيح. السماء جاء ذكرها في القرآن الكريم في 310 موضعا، يعني 120 مرة بالإفراد سماء أو السماء، و 190 مرة بالجمع سماوات أو السماوات. وإذا جاءت السماء بالإفراد قد يكون المقصود منها السماء الدنيا فقط، أو إذا جاءت بالجمع يبقى السماوات السبع. نعم، وكلا التعبيرين السماء والأرض يأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة. يعني إذا جاءت سماء، إذا ما فهمتش الدلالة العلمية للآية مش هفهم الآية. لأن تأتي الأرض بسبعة معاني، تأتي السماء بسبعة معاني. طيب، من أوضح آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني عندنا ثلاث آيات تتكلم عن أصل الكون، عن خلق الكون. فيقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد يعني بقوة، بقدرة، بعظمة، باقتدار. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والعلم الآن يثبت أن الكون بيتسع باستمرار حاليا. نعم، الكون بيتسع باستمرار إلى نهاية لا يعلمها إلا رب العالمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أول لمحة علمية يعني تهز المتخصصين في هذا العصر، لأن ما كان أحد يدرك أن الكون يتسع إلا في أواخر القرن العشرين، وحتى مختلفين فيما بينهم، لكن تأكد أن الآن أن الكون يتسع باستمرار. فكون القرآن من 1400 سنة يقول فيه رب العالمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قمة الإعجاز والله، قمة الإعجاز. بعدين يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والرتق في اللغة عكس الفتق، يعني الرتق الجمع واللم والتكديس، الفتق والانفجار والانتشار والانتفاء. طيب، القرآن يقول من قبل 1400 سنة أولم يرى الذين كفروا، يعني في الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق. قل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وفي اللغة العربية الرتق عكس الفتق، يعني الرتق الجمع واللم والتكديس، الفتق الانفجار والانتشار والانتفاض. يعني العلماء ظلوا، علماء الفلك إلى مطلع القرن العشرين يؤمنون بثبات الكون، أن الكون ثابت. وبعد تطور أجهزة الرصد، يعني التلسكوبات وأمثالها، فوجئ العلماء بأن الكون بيتسع. يعني فثار جدل طويل بين العلماء، يعني هل الكون بيتسع ولا لا؟ يعني درجة أن أينشتاين وكان متزعم حركة ثبات الكون، لما عمل حساباته الرياضية اتضح أن الكون بيتسع، فحط معامل يوقف توسع الكون. ويقول بعد ذلك، يعني أكبر خطأ اقترفته في حياتي
وجريمة علمية اقترفتها في حياتي وضعها هذا الثابت. لا ده عكس عكس الحقيقة يعني. المهم مع تطور أجهزة الرصد اتضح للعلماء أننا نعيش في كون دائم للاتساع. لا إله إلا الله. نعم. قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طيب قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلابد أن يلتقي كل شيء، المادة والطاقة والمكان والزمان يلتقي في جسم واحد. هذا الجسم يبلغ من الضآلة يعني ما يجعله لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، ومن ضخامة المادة ما يشبه الكون كله. فقالوا جسمك هذه بهذه الصورة يعني لابد أنه كان في حالة من عدم الاستقرار فانفجر، والانفجار هذا هو الذي أدى إلى بعثرة المادة وتناثرها. فالقرآن يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والرتق عكس الفتق، يعني الرتق الجمع واللم والتكديس، والفتق الانفجار والانتشار والانتفاض. هذه الآيات الثلاث والسماء بنيناها بأيد وإذا لموسعون، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يكملها قول ربنا تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض إتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكان بعض أعداء الإسلام يتنظرون على إيه الكون بدأ من دخان. يعني في أواخر الستينيات من القرن العشرين تم تصوير هذا الدخان، بعثوا مركبة فضائية تجاوزت منطقة السحاب ومنطقة التلوث البيئي وصور هذا الدخان دخان كما يقول عنه القرآن الكريم. وأصبح الإجماع الآن أن الكون بدأ من نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم، متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، فجرها رب العالمين تحولت إلى سحابة من الدخان. خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان الأرض وكل أجرام السماء. ففي ثلاث آيات القرآن يعرض أخطر قضية لم يحسمها العلم إلى يومنا هذا. ولذلك بقول هذه الآيات الثلاث ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال قال لا أرض إثية طوعا أو كرها أو لبر الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ثلاثة دول يعني بيجبروا أي عالم غربي يطلع عليهم يعني أن يقبل الإسلام. فلنا صديق أمريكي اسمه جاري ميلر. جاري ميلر كان أستاذ للرياضيات في جامعة كاليفورنيا وكان قسا في نفس الوقت، يعني بالإضافة إلى علمي قسيس يعني. وكان دائم التندر بالإسلام وبالقرآن وبشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه أحد طلابه ومعه ترجمة معنى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وقال له يا دكتور ميلر أنت بتهاجم القرآن دون أن تقرأه، أنت لم تعرف القرآن وتهاجم الإسلام دون أن تدرسه وتهاجم شخص محمد صلى الله عليه وسلم دون أن تقرأ شيء بسيرته، فأنا جايب لك القرآن الكريم كي تهاجمه من نصوصه. فبيحكي لي جاري ميلر هذا والله يقول عكفت على ترجمة معنى القرآن الكريم عكوف العدو للعدو، أترصد الخطأ في كل كلمة وفي كل سطر. قال حتى وصلت إلى سورة الناس لم أجد أمامي مفر إلا أن أعلن الإسلام، فأعلن إسلامه وكتب كتابا يعني صغيرا بعنوان The Amazing Quran، القرآن المذهل. يقول فيه يعني هذه الآيات ثلاثة بس، يقول هذه الآيات أقنعتني بأن القرآن حق وأن محمد نبي صحيح وأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأنه يعني كل تهجمنا على الإسلام وعلى شخص رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم نابع من العداء القديم أيام الحروب الصليبية وما جاء بعدها،
والذي كرست فيه الكنائس يعني جهدها كله في تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين. ولذلك أقول إن يعني كل آية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن كل آية من آيات القرآن الكريم فيها إشارة علمية، لو أحسننا تفسيرها التفسير العلمي الصحيح والله تصبح ورقة دعوة لهذا الدين باللغة الوحيدة التي يفهمها أهل عصرنا وهي لغة العلم. يعني ما عادت القيم المادية وحدها أو المعنوية وحدها تكفي للإقناع، ولكن نحن محتاجون إلى إبراز هذا الجانب سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كورقة دعوة ملائمة لأهل عصرنا يعني ولا أقول غيرها. كتاب جاري ميلر هذا والله أسلم به مئات من الناس. So the amazing Quran، القرآن المذهل. ولذلك أنا مهتم بترجمة أغلب كتاباتي إلى لغات الأجنبية. الحمد لله أنا عندي كتب مترجمة إلى أكثر من 10 لغات الآن، يعني الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الأسبانية، الإيطالية، عندنا الروسية، كثير من لغات الجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، لغة طبعا الماليزية، الإندونيسية. الماليزيين والإندونيسيين مترجمين كل كتب إلى لغتهم المحلية دون حتى استئذان يعني، وأنا فرح بذلك، أنا سعيد بذلك. نعم. يعني بودي أن يهتم علماء المسلمين بهذا الجانب الذي يهاجمه بعض المشايخ، وهو ورقة الدعوة الرابحة في زماننا أن نقدم الإسلام لأهل عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم. مش عايز أطول عليكم أكثر من ذلك. إيش اللي خلق أول، السماوات ولا الأرضين؟ نعم. من خلق أول، السماء ولا الأرض؟ لا، خلق في لحظة واحدة. وذلك القرآن دائما يعني يذكر السماء والأرض يعني. يعني أيضا من القضايا اللي لا يعرفها كثير من المسلمين أن الأرض في مركز السماوات، والأرض مقسمة إلى 7 أرضين. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يقول من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين، وفي رواية خسف به إلى 7 أرضين. فكانوا محتارين العلماء أين الأرضون السبع، وبعض كتب التفسير القديمة تقول أن الأرض السبع هي الكواكب السبعة، يعني كان عدد الكواكب القديم 7 أصبحوا 9 وأصبحوا 11 الآن، فشوف أن تكون هي عدد الكواكب. لكن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تؤكد على أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه. يقول إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. والعلم أن يقول لنا أن أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة. نعم. فالأرضين السبع كلها في داخل أرضنا هذه، والسماوات السبع تحيط بها إحاطة كاملة لها شبه ببناء الأرض، وأن الأرض في مركز السماوات السبع، لأن القرآن يقول في آيات كثيرة يعني يعني مش عايز أوسع الموضوع عليكم، لكن يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فأقطار الأرض بالنسبة لأقطار السماوات لا تذكر، فإذا اجتمعت أقطار السماوات مع ضخامتها على أقطار الأرض مع ضآلتها النسبية لا يمكن يتحقق ذلك إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. فالقرآن بيقول لنا أن الأرض والسماوات كلها في لحظة واحدة، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم. فالقرآن يؤكد ذلك كثيرا. والأرض مكونة من 7 أرضين يعني 7 طبقات يغلف القارئ منها الداخل فيها، أو 7 كرات يعني مركزها هي مركز الكون. ولكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيالي وسط السماء، يعني ويقول أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فيقول هو بيت في السماء السابعة
على حيال الكعبة تماما، حتى لو غر لغر فوقه، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. والله كبار علماء الفلك في العالم لا يعرفون هذه الحقيقة، لا يعرفونها ولا يستطيعون أن يصلوا إليها. القرآن والسنة يؤكدانها بشكل واضح للغاية. فالسماوات السبع عبارة عن 7 كرات كبيرة، يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها الأرض، والأرض السبع كلها في داخل أرضنا هذه، فمركز الأرض هو مركز الكون. وذلك قال عن الكعبة المشرفة أنها تحت كعبة الملائكة، تمام، أنها على محور الكون كله. لا، ما أدري إن كان هذا الكلام واضح ولا صعب عليكم يعني. نعم. كان في أي أسئلة ويجيب عليها يعني. ممكن بالنسبة لقضية ليلة القدر. نعم. ليلة القدر هناك خبر انتشر إنه وكالة ناسا صورت حاجات. لا، غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. نعم. طب ممكن اكتشاف يعني ليلة القدر من خلال العلم الحديث؟ هو طبعا لو المسلمين شطار شوية كانوا يقدروا يرصدوا أوصاف الليلة كما أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما هي ليلة متنقلة ليست ثابتة. يعني ولذلك قال تحروها في الوتر من 10 الأواخر، يعني ما هي ثابتة، يعني بحكم حركة الأرض في الفضاء ليلة القدر متحركة في 10 الليالي الأخيرة من رمضان. نعم. تثبيتها مش من المصلحة لا. لكن في شواهد، يعني ممكن واحد يعرف إن كانت دي ليلة القدر ولا لا، لم تطبق إلى الآن. يعني الهدوء، يعني عدم قضية الشهب تحديدا نتكلم عليها، قضية الشهب. نعم نعم، سهل جدا تحديدها، سهل جدا. يعني في كاميرات بتصور الكون ده في كل جماعات العالم لحظه بلحظه، فاذا ثبت ان في ليله لا تصيب الشهب بالارض خلاص تاكدنا ان هذه ليله القدر. اما ما في حد سواها يعني عمليا، ما في ايه، ما حد فعل هذا، ما حد فعله، لا ما حد فعله. بالعكس، يعني في ناس كتير بينادوا بثبات الليله وهو غير صحيح. يعني الليله متحركه في 10 الليالي الأخيرة من رمضان. نعم. دكتور، في إعجاز بالسنة؟ سأعلي صوتك شوي. إعجاز السنة فيها إعجاز كمان؟ اللي إيه؟ السنة النبوية فيها إعجاز؟ والله أكبر، أنا عندي موسوعة الإعجاز في السنة فيها أكثر من 100 حديث، والله كل حديث يهز القلب يعني. نعم. مثال. نعم زين. مثال ذلك. مثال ذلك. هنيئا سيدي، الله بالتقوى والإيمان. يعني لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، وأنا ذكرته في لقاءنا السابق، خشعة، خشعة يعني الأكمة الصغيرة، أضوى صغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، وكل علماء السنة أهملوا هذا الحديث، لم يهتموا به. ويأتي العلم الآن يقول لنا بأدلة لا تقبل الرفض أن الأرض بدأت بمحيط غامر لم تكن هناك يابسة، ثم فجر رب العالمين قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها فوق قاع هذا المحيط الغامر، فتكونت سلسلة جبلية يسميها العلماء الحافة في وسط المحيط. بنجيب ذا ميد أوشانيك ريدج، الحافة في وسط المحيط. وسبحان الله كل محيط من محيطات الأرض الحالية في وسط هذه الحافة، كل محيط حاليا. نعم. أول قمة برزت فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة، ولذلك نقول كانت الكعبة خشعة على الماء، بروز بسيط على الماء. بعث الله الملائكة تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. وبعدين يعني احد العلماء الالمان المعاصرين اسمه فاغنر، هذا لاحظ ملاحظه كلنا شفناها لكن هو فسرها احسن منا، ان شواطئ افريقيا الغربيه تنطبق تماما على شواطئ افريقيا الشرقيه، امريكا الجنوبيه الشرقيه، وشواطئ اوروبا مع امريكا الشماليه. فقال نظريه زحف القارات، يعني القارات بدات من قطعه واحده وبعدين بدات تنفصل وتتباعد عن بعضها البعض. وثبت هذا بأدلة لا تقبل الرفض، ان فعلا القارات بدأت كلها من جزيرة واحدة، نمت الى قارة واحدة،
سمعنا القارة الأم أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وهذه القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى المكة الحالية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. كل علماء الحديث يعني أهملوا هذا الحديث تماما. أنا أخذت ورحت لعلماء الحديث في الأزهر، قلت لهم أنتم ليه مبتركين هذا الحديث؟ قالوا أنه مش معقول، يعني الماء والنار من العضاد، الماء يطفئ النار والنار تبخر الماء، ازاي يتعايشوا مع بعض؟ شغل رب العالمين، ازاي تعترضوا عليه؟ يعني في مطلع الخمسينات من القرن العشرين، يعني كانت الحربين العالميتين الاولى والثانيه استنفد اغلب ثروات الارض اليابسه من المعادن، فاتجه العلماء الى دراسه يعني البحث عن معادن في غيعان البحار والمحيطات، وشجعهم على ذلك ان الامواج بترمي على الشاطئ كرات من المنجنيز من الحديد من الرصاص، قالوا لازم في معادن في قاع البحر، فعملوا غواصات طبعا تنزل للقاع، ففوجئوا بان قيعان كل محيطات الارض واعداد من بحارها يعني كلها قائمه على قيعان، يعني مشتعله بنيران من اعرف ما يكون. لا اله الا الله. ومن طلاقه القدره الالهيه أن يلتقي الماء والنيران، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. يعني شيء مذهل حقيقة. توازن. توازن، نعم. يعني يطلع النيران من بطن الأرض 1000 درجة مئوية أو أكثر يبخر الماء، يطلع الماء البخار يلاقي الماء فوقه بارد يتكثف يرجع، يطفئ النار دي شوية يندعي نار جديدة، ويبقى هذا التوازن شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. والله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. تحت النار بحرا، يعني طبعا كمية الماء الموجودة تحت هذه النار أضعاف أضعاف الموجود فوق طبعا. يعني النار تطلع في النص. نعم النار تطلع بين الماء بين مائين. هذا هو البحر المسجور. هذا البحر المسجور. نعم نعم. وان كان المفسرين فسروه قديما قالوا شجر التنور يعني اوقد عليه حتى احماه، وجدوا لا يمكن ان يكون البحر مسجورا بهذا المعنى، فدوروا على معنى شجره غير اوقد على شيء حتى احماه، وجدوا معاني شجره بلا وكف، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، لا هو القاع مسجر بالنيران. نعم نعم. فالقرآن عجيب والله يا إخوان، والله والحق، والسنة أيضا. يعني أنا عندي أكثر من 100 حديث والله في هذا الكتاب، وترجم إلى اللغة الإنجليزية يعني، وله رواج جيد فضل الله وكرمه، يعني عليه مئات الرسائل والله من الناس في العالم. يعني يعني كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام من 1400 سنة، والعلماء لم يكتشفوه إلا يعني في أواخر القرن العشرين. ما كان في أدوات أصلا. ما كان في أدوات طبعا. طب مولانا لو رجعنا إلى ليلة القدر. نعم سيدي. لما ربنا يقول إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم. معناته في ليلة محددة. ما هو القرآن بيتكلم على القرآن. نعم. والقرآن نزل في ليلة محددة. نعم. يعني ما بقول أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزل التوراة لستة خلينا من رمضان، ونزل الزبور في 13 خلينا من رمضان. فيعني الليالي المباركة من شهر رمضان متحركة أيضا، فكذلك ليلة القدر. نعم. يعني قد فحروها في الوتر من 10 الأواخر. ليش لازم تكون متحركة؟ نعم سيدي. لماذا لازم يعني ينبغي أن تكون متحركة؟ لأن الكون بيتحرك، الكون كله بيتحرك، فمش ممكن تكون الليلة ثابتة. يعني الارض بتغير الرسول نسبيا بالنسبه للشهر، يعني هو الشهر بيتحرك. طيب فهي اذا ثبتت مثل على سبيل المثال لو ثبت انها ليله 27 مثلا، نعم هي بتتحرك مع الشهر. لا مهم
تتحرك مع الشهر لو كان الكون ثابت، لكن الكون كله متحرك، فلا بد ان تكون متغيره. مش ممكن تثبت ليله، يعني احنا في كل ليله في نقطه مختلفه من الكون، في كل لحظه من الليل، في يعني نحن كاهل هذه الارض في كل ليله نتعرك لمئات الالاف من النقاط في فسحه السماء. لا اله الا الله. نعم نعم نسبح. صحيح. نعم. ولذلك ثبات ليله القدر مستحيل يعني من الناحيه العلميه، لان الكون كله بيتحرك، فلا بد ان تكون الليله متحركه يعني. لو سمحت لي ممكن تيجي خارج رمضان؟ تفضل يا سيدي. ممكن ليله القدر تكون؟ انا والله ما انا سامعك. ممكن ليله القدر خارج رمضان تكون؟ خارج لا لا لا، الرسول يقول تحروها في الوتر من العشر الاواخر، يعني هي في العشر الليالي الاخيره من رمضان، يعني مش ممكن تكون خارج رمضان. نعم. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم. يعني ممكن سؤال، والسماء مطويات بيمينه. نعم. كيف مطويات بيمينه؟ يعني كيف العلم يقول ان سماء الارض كان نقطه متناهيه الضاله في الحجم. نعم. بيمينه يعني في قدره الله، في اراده الله، يعني مش ضروري يعني يمينه في قبضه ايده. نعم. يعني في قدره الله سبحانه وتعالى. فالسماوات مطويات بيمين، زي ما بقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتها رتقا ففتقنا كده شيئا واحدا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو سمحت سيدنا الفاضل. نعم سيدي. الله يكرمكم. عندي سؤال. هناك من يحاول ان يعزل القران الكريم عن مواكبه العصر، فيقول ان الاعجاز لا دخل له بالقران الكريم. ويورد شبهة، يقول أن هناك من يورد أدلة عن الإعجاز القرآن الكريم ثم يأتي العلم فيثبت بطلانها فيلحد الناس. وهذا كلام الذين لا يعرفون العلم. يعني في كل بحث كتبته في الإعجاز بأضع الضوابط، وأنا حاطط 20 ضابط للتعامل مع هذه القضية حتى لا يتم التشغيل. من الضوابط ألا يوظف في الإعجاز إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيه. أوظف نظرية حتتغير النظرية، أوظف فرض حتتغير الفرض. ولذلك الذي أضر بالموضوع أن بيكتب فيه ناس غير مؤهلين غير متخصص، فبيضروا أكثر مما ينفعوا. المثال أريد لو سمحت سيدي، قال أحدهم أحضر وردة لإحدى القنوات المشهورة. نعم. فقال هذه الوردة أصلها كوكب، فقال له المقدم كيف هذه أصلها كوكب؟ قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال هذه كوكب انفجر، ثم جاء العلم فأثبت غير هذا أن الكواكب إذا انفجرت لا تصبح ورد. لا بس فيلحد الناس على إثر عدم تطابق هذه المعلومات. شوف كلام غير المتخصصين يؤذي ويضر ويشغل. ولذلك العزيز يقرأ عن إعجاز لابد أن يقرأ لعالم موثوق، يعني مش أي واحد كتب في الإعجاز. صحيح. في ناس كتبوا في الإعجاز أميين، يعني لا علاقة لهم بالعلم والله، فهؤلاء إيذائهم أكثر من نفعهم. ممكن تسرد لنا شيء من الضوابط؟ شيء من الضوابط. طيب. ما هي؟ أقول من الضوابط، أنا عندي طبعا 20 ضابط أضعها في كل بحث عشان الناس تعرف إن ما فيش تفلت. يعني أول ضابط يعني تفهم دلالة الآية فهما لغويا دقيقا، معرفة دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة. ثانيا يعني أن يبحث الدارس عن معنى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، فالرسول لا ينطق عن الهوى، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية تفسيرا ما في مجال الاجتهاد. ثالثا ألا يوظف في عملية التفسير هذه أو الإعجاز إلا الحقائق القطعية الثابتة التي حسبها العلم والتي لا رجعة فيها. والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية الصحيحة لا ينقلب على ذاته، قد يضاف إليه، قد يتوسع فيه، لكنه لا ينقلب على ذاته. نعم. إنما اللي يوظف النظرية أو يوظف هواه ورأيه وهكذا، يعني حط 20 ضابط. سيدنا مثال عملي، قرأت عبارة أي
يقول الحكمة من التحريم بالرضاع هو أن الرضيع يأخذ من الصفات الوراثية الموجودة في حليب المرضع. نعم. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا صحيح. ثابت. هذا صحيح. ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد يعني فترة الرضاع يعني في يعني ما أنجز العظم. أي ما أنجز يعني. وأنبت اللحم. نعم. يعني إلى الفطام تقريبا يعني. نعم. يعني بعد كده لا يحرم يعني. يعني الرضيع يأخذ صفات وراثية حقيقة من خلال. طبعا. نعم. يعني ثابت علميا أن حليب الأم فيه تكوين وراثي كبير يعني. إيه اللي بيخلي العاطفة بين الطفل وأمه أو الطفل وأهله؟ إنه بيحمل عدد من الصفات من دبن الأم التي وحتى من الرضاعة لو رضع من أم ثانية يتأثر به. طيب هذا الكلام ممكن يقودنا إلى باب مهم جدا إنه مثلا ممكن أودي ابني عند واحدة مثلا إلى صفات ممتازة وقوية على أساس ممكن يصير قوي مثلا. جدا صحيح صحيح. نعم تفضل يا سيدي. بالنسبة لليلة والله ما أنا سامعك. بالنسبة لليلة القدر هي حتى مطلع الفجر. مطالع الفجر تختلف مع ترجم لي. تعال أختي ليلة القدر تختلف حتى مطلع الفجر. نعم. ومطلع الفجر متحرك حسب المنطقة. نعم. فهو مسأل إنه كيف يعني هي بتتحرك معاه. تحرك معاه هي يعني. بتتحرك تنتهي في مكان. نعم. وتبدأ في مكان آخر. أي طبعا يعني هي طول الليل على 24 ساعة. طبعا طبعا يعني ممكن في نهار تكون ليلة القدر. نعم. في مكان آخر. نعم بارك الله. نعم. عشان في كندا بدي ما شاء الله عليك الله بارك. يا بتوصل توصل كندا عاد توصل توصل الحمد لله بدنا نطمئن بس يعني. لا توصل طبعا. سيدنا الفاضل قوله جل وعلا فأكله الذئب وسمعت شبهة أوردت من غير المسلمين يقولون أكله الذئب هذه من يعني من تأليف الإنسان مخطئ لأن العرب وأنتم عرب أقحاح العرب لا تستخدم لفظة أكل مع الذئب بل تقول افترس الذئب فكيف هنا القرآن يقول أكل الذئب وهذا خطأ في القرآن الكريم هكذا يقولون طبعا لا نسلم بذلك فكيف ممكن أن يكون الرد أن العرب تستخدم افترس الذئب وجاء القرآن فقال أكل الذئب هو الهجوم على القرآن كثير جدا يعني لو استمعنا إلى أخوال الأعداء يعني مش هننتهي بس لابد من الرد عليهم يعني في ردود مقنعة جدا عن هذه القضايا تماما يعني فيه مشروع في مصر لرد الشبهات على الإسلام يعني قام به مجموعة من الإخوة الله يجزيهم خير يعني في أكثر من 1000 صفحة يعني لرد الشبهات. نعم. يعني أنا ربما سمعت من الشيخ علي جمعة حفظه الله يقول لكن لا أدري مدى الدقة لكن يقول أن الفرق بين أكل وافترس أن أكل أتى عليه كله وافترس أي أخذ منه شيئا. نعم. فلو قال إخوة يوسف ليعقوب عليه السلام قالوا له افترسه الذئب لطالبهم بالبقية. نعم. لا يريدون ذلك. صحيح. فقالوا له أكله الذئب أي أتى عليه كله. نعم. فلا أدري يعني ربما هذا يعني كان ممكن يعني هنا ممكن. في مثل. نعم. هذه يكون. نعم. احتمالات لل. نعم. يعني أنا أقصد أن القرآن الكريم قد بعض الأمور تحتمل تفسيرات عدة وبعضها لا يحتمل. كويس يعني أن بعض الآيات فعلا تحتمل أكثر من معنى يعني من معنى. بس يكون المفسر عنده الدليل عنده الدليل الذي يعني يقنع الآخرين به. نعم. في حديث طرحته مرة على الدكتور أسعد. في حديث إيه؟ حديث طرحته مرة على الدكتور أسعد في الزمانات. هو حديث إنه أول طعام أهل الجنة زيادة كبد النون. نعم. هو كبد الحوت. نعم. فإحنا في العادة بنأكل سمك. نعم. ما بنأكل كبدة السمك يعني. المتعارف على الناس تأكل. نعم. كبد العجل كبد الخروف. نعم. لكن كبدة السمك مش متعارف عليها يعني شايف. نعم. فما بعرف يعني. هو بس أنا عايز أأكد إن ما في شيء من أشياء الجنة له نظيره في الدنيا. الجنة الله يعيدنا جميعا بها لها من الخصائص ما لا يتوفر في الدنيا إطلاق. إطلاق يعني
فإذا قال يعني زبدة كبد الحوت يعني هذا شيء بعيد عنا لا نعرف. أنا قصدي هل بحث هل هناك بحث فيه إنه مثلاً وجدوا إنه في فائدة معينة كبد النون مثلاً فيه حاجة متميزة كذا يعني علاج. هو معروف طبعاً إن كبد الحوت فيه زيوت تستخدم في الطب لعلاج العديد من الأمراض، ولذلك كاد الإنسان أن يقضي على الحيتان في البحار والمحيطات لأن يصاد مش للحمة يصاد لكبده فقط يعني، وزيت كبد الحوت من أفضل الأدوية حقيقة. مصدر مهم لفيتامين د. نعم سيدي. مصدر مهم لفيتامين د. نعم. الله يجزيك خير سيدنا. هل سيدنا يونس عليه السلام كان علي صوتك اسمع سيدنا يونس عليه السلام كان في فم الحوت أم في بطن الحوت؟ لأنه قال فالتقمه الحوت ثم قال للابث في بطنه، يعني لو أنه لم يستغفر لنزل. أنا فسرت هذه القضية 100 مرة وبرضه الناس مش مقتنعين. لا أنا ما سمعتها أبدا. لا أقول لك كان أريدت هكذا وما طيب. أعرف الجو يعني قول فالتقمه الحوت وهو مليم، التقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه، ما قالش ابتلعه ما قالش أكله يعني التقمه، والقرآن دقيق جدا. فالتقمه الحوت وهو مليم يعني ملام، يعني أخذه كاللقمة في فمه. طيب ليه قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليوم يبعثون؟ ليه ربنا قال كده؟ أولا بينسى الناس أن لولا حرف امتناع لامتناع، يعني اللي يجي بعدها ما حصلش، اللي يجي بعد الأولى لم يحدث. امتناع لوجود؟ ايه طبعا حرف امتناع لامتناع هكذا يسمى في اللغة. فما يقول لولا يعني اللي بعدها ما حصلش، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. امتناع لوجود يعني ايه هذا الكلام؟ يعني لو شاء الله أن يقتل سيدنا يونس عليه السلام كان قتل الحوت، لأن الحوت ده بيتنفس بأكسجين الهواء، فبيعيش بالرغم من ضخامة جسمه بيعيش قريب من سطح الماء، كل 5 دقائق يرفع رأسه يتنفس بأكسجين الهواء ويرجع. طيب فكان يونس يتنفس معه عليه السلام، يعني بياخد كمية أكسجين كبيرة، يعني فمه بيتسع لـ50 رجل واقفين، يعني بعض الحيتان عجبة ضخمة جدا يعني. ف لو أراد رب العالمين أن يقتل سيدنا يونس كان قتل الحوت، مات الحوت نزل للقاع ما فيش أكسجين يموت سيدنا يونس. الغريب أن قيعان المحيطات والبحار العميقة بينزل الطبي فيها كالمطر، يعني ملايين الأطنان في اللحظة، فإذا نزل الحوت إلى القاع يطمر بالطمي يعني في فترة زمنية قصيرة، والطمي يبدأ يحل محل جسم الحوت فيبقى قبر، فيبقى يونس في قبره لا يقوم. بس ربنا أراد أن يونس يطلع ويرجع لأهله. السؤال المتابع له أي. هل الحوت يعني هذا يعني ربما تسأل أسئلة هكذا، لكن هل الحوت لا زال حيا؟ لا 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 لبث في بطنه لا يوم يبعثون في القبر. في القبر يعني عندنا حالات كثيرة، سمكة بلع سمكة والاثنين يتحجروا وخبر حضرتك فبقيت في بطنه وبقي في بطنه. نعم اللي مش عاوز يتفضى باكل المغرب قليل.